احضري ايتها اليوتيوبر. هلا اميغوس، انا ميرا واليوم رجعت لكم فيديو جديد. سوري انا مش ميرا، واليوم رجعت لكم فيديو جديد. قبل ما اسيبكم مع الفيديو اللي بيتكلم عن روتيني المسائي، هنقرا اكتر 3 تعليقات ايجابيين اللي جم على الفيديو السابق. تظهر هنا التعليقات، وشكرا على كلامكم اللي بيجنن. ياسين ابن يعقوب، فاطمه فاطمه، بن هادي هدير، شكرا على كلامكم الجميل ده، ونحبكم برشا ونموت عليكم يا بابا بابا التونسيه. بالنسبه للسؤال بتاع الحلقه اللي فاتت، في ناس كتير جاوبت في الكومنتات، واخترنا حد عشوائي. صاحبه الكومنت هي بهجه اي تي اس، انه اول انتي بايوتيك اتصنع البنسلين، واللي صنعه الكسندر سنه 1929. واخيرا ودلوقتي هسيبكم مع الفيديو، باي. شاي بالباكستاني او شاي الهندي، يعني تقريبا بيسموه في الدول التانية او دول الخليج سموه شاي كرك. يعني عم بستعمل الشاي الهندي، مش عارفة لما يمتل شو رح سوي، لانه خلاص ادمنت عليه، بس بعتقد رح لاقي منه في المول او لاقي نوعية. بفكر اليانسون بيسوي طعمة خرافية، انا يمكن رح اروح للمول ادور على اليانسون لانه حاليا مش عندي، بس اذا رح تسووه سووه باليانسون يصير ماما ميا. اتفرج على اليا بهات، يعني شوفوا لك بيج اكترس صارت يوتيوبر كمان، بتنزل هيك اشياء وفلوجات. وهون هاي البنت. بس يا ماما. اوكي هاي هي جلسه النميمه تبعنا، هون بنتفرج وننمم شوي. قولي لهم هاي فروجيتس. شوفوا الطقس اليوم قد ايه بجنن عنا. او ماي جاد، كثير بحب الشمس، كثير كثير، بس انا افتقدها قريبا مع قدوم الثلج. ما فيني افتح الشباك هنا، انا لابسه كتير قصير هلا. هلا اميغوس، مين اشتاق لي مين ما اشتاق لي؟ اليوم راح يكون روتيني المسائي انا والبت ماس. مين ماس؟ ماس هي رفيقتي مصرية واحنا بنعيش سوا، بنسكن سوا ونشارك حياتنا الجميع. يا عامل لي كتيبة واحساس يدلعني قدام الناس، هو اصلا مش موجود. هلا ما يقارب الساعة 5 كده. انتي والله زي، خليني افرجيكم شكلها لانه عن جد شكلها هلا لا كانك رئيس عصابه. تعالي تعالي يا حبي. انا مافيا 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 مافيا، مش حسوها زي كانك رئيس عصابه. انتي مشي تسرقي او شيء، يلا نروح معاكي. حتسطوا على بنك؟ رايح على بنك؟ لا مش عارف ينفع. والله فكره حلوه، والله كمان حنسيب اغنياء نبطل طب. رح ندرس طب؟ اكيد لا لا طبعا. طب ايه والله كرهنا حياتنا يا فرديتي. لا قولي عريس، انا بدي اتزوج خلاص قررت. رح اتفرجيكم مياسم اروع طريقة في الحفظ تبعها. على فكرة انا وهي كتير مختلفين في طرق الحفظ تبعنا، فانا رح اعطيكم طريقتي وهي رح تعطيكم طريقتي. انا افضل على فكرة، انا طريقتي كتير مزعجة. عندي بقى تحليل علمي لطريقتي وهتشوفوا. يلا حنشوف. سو تابعوا الفيديو للنهاية عشان نعطيكم احنا الاثنين كل واحدة طريقة الحفظ المختلفة كليا عن الثانية. وهروح الجيم وابقى فورمة. ترالالالا. يا جماعة انا طالعة من البيت، بس قبلها رح مر على الصراف الالي وبعدين اروح للجيم. مزتي برد. احلى شيء في الجيم انه فاضي، شايفين وراي؟ خلاص فاضي. لعبت جايز هناك لمدة 20 دقيقة تقريبا، لانها هيك تشفط البطن وانا عندي كربوش صغنون. فاما على التابي غولون سويت كمان، لا سويت 25 دقيقة. 1 2 3 انطلقي. ما ياسم ما ياسم. احنا هلا خلصنا الورك اوت تبعنا اوريدي، ما كثير صورنا لكم، يعني ما كثير صورنا كثير اشياء. تمرنا تقريبا ساعة و45 دقيقة او ممكن اكثر. حاليا انا ناطرة مياسم، هي هون في هالغرفة هي، راح تتغير ثيابها. ايش
ومياسم اليوم هي اللي راح تطبخ. شو راح تطبخين يا بيبي؟ مياسم الشربيني. الشربيني ايش مدخل اها شو حتسوينا؟ هعمل مكرونه بالخضار وجمبري مشوي في الفرن. اوكي الخضار. شوفوا يا جماعه شو سوت لنا مياسم. هذا جمبري لايك مشوي وجمبري كروفيت او وهون المكرونه كتير 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 طيبه وانا هلا مفقوعه على قولت مياسم مفقوعه يعني ميته جوع. عم بستعمل هذا الاوميسيليغ من سيفوها. اوكي يمكن حكيت لكم عن هذا الماسك كثير يا جماعه. اوكي وهذا هو البرودكت يا جماعه من بادي شوب. بستعمل هالماسك هذا لما يكون عندي حبوب في وشي، وبما اني صار لي فتره بسيطه مخلصه دوره فلسه في شويه حبوب. ماسك هذا ماسك جنوي يعني ماسك تبع ليل. اقوم بوضعه هكذا بحركه لولبيه. قروا علي يا ماس انتي. انا عم بستعمل مصطلحاتك الحلوة. ما بستعملهاش. بحب مصطلحاتك وبحب الناس اللي بتقر عليك. بحب الناس اللي بتقر عليك؟ هو بقى تخيل انا بقول اي كلام. بيت على اساس اتحضر واسويها بالفرشة فلقيتها ما لم تزبط معنا، صرت اسوي بيد. مالها بيتي؟ ارجع. الاسود فين؟ ارجع لاصلك. زعبوط؟ زعبوط راح يتزعبط. شمن؟ ما يخلها الدرجة. فكرتها حلو. انا الخليل كوميدي انا هلا. ما صدقتك تجرح لي في مشاعر. الكوميدي بتبرري من هذه الاشكال. تن ترى تن 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 تن. يا تافه. سو حضرت هلا الشاور تبعي عشان اتحمى. الباث يا جماعة تبع اليوم اون مود لافيون غوس. هون عندي شوية الفحم عشان بخور تاعي. احس هيك بالاجواء التونسية شوي في البيت اللي عودتني عليها ماما. طبعا يا جماعة في جلستنا هاي اكيد يعني بدنا شاي، سو بستعمل شاي دايت انا الصراحة حاليا. وزي ما شايفيني هيك انه انا حاليا لابسة اللبس التقليدي التونسي. تذكروها لقطة انطلقي ايات الارواح الشريرة؟ انطلقي ايتها الارواح الشريرة من هنا. ملك الله ينجحكم ويوفقكم يزوجكم بالشخص اللي بحبكم ويقدركم بس. لا 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 جننت. يا جماعة صار معي موقف. قلت انه لما بدي اسوي هالسلسلة هي بدي تكون حقيقية 100%. كل شي عم يصير معي بيكون حقيقي 100%. بنحكي في كل شي في كل التفاصيل. صار معي هلا شي خلى مزاجي ينقلب 180 درجة. المهم انا اكيد ما مش رح احكي لكم او مش رح اخوض في تفاصيل الشي، ولكن انا انسانة اهلي كتير رضيل علي وهالشي انا كتير بفتخر فيه. انا كتير بيعني لي رضا الوالدين، يعني انا اصلا مربية عليه، فعم حس انه هالقد اهلي راضين علي، فالله دايما بيحميني من اي شيء بيصير معي بيحميني. بالمختصر البسيط حبيت لكم اصدقوا احاسيسكم. اذا في شيء غلط فيش يعني انه في شيء غلط، احاسيسكم اصدقوها لانها دايما صادقة. شوفوا رسائل ربانية ما تتجاهلوها، ركزوا معها. انا كنت لفترة طويلة متجاهلتها ولا لا اكيد لا يعني، ولاول مرة في حياتي ما بركز مع الرسائل الربانية او اتجاهلها. الرسائل الربانية ركزوا معها لانها هي مفتاح للطريق تبعكم. رب العالمين عم يوجهكم اذا كان هالشيء صح او لا. بس حبيت اقول هالشيء ويلا نتجاهل كل هالموضوع اللي احنا كنا نحكي فيه ونحاول نزرع ابتسامة وان كانت فيك. ونحكي هلا عن المذاكرة. راح سكر هلا اللابتوب تبعي. الطريقة الأولى أنا بستعمل فيها الكتابة، بكون بحفظ السؤال وعم بكتبه بنفس الوقت، يعني بكتب السؤال
وهيك عم بحفظ السؤال يعني وبتمتم السؤال لما بين ما بحفظ، وهي اول طريقة. ثاني طريقة، انا شخص بحفظ بس بالصوت بيكون عالي، وهي الطريقة بتحسوها انها مجنونة وغبية وكل شيء، ممكن تزعج الناس الثانية كمان، بس انا ما بقدر. اذا انتو كنتوا من نوع كيفي اللي بتحفظوا بس بالصوت، اتبعوا الشيء اللي انتو ترتاحوا فيه وما يهمكم في العالم. ياسم مقرفتها في حياتها بطريقة الحفظ تبعي، انها هي صامتة وانا بالصوت، يعني انا وياها العكس تماما. احيانا في سؤال بيكون ما عم يفوت مثلا لمخي، شو بسوي؟ بكون بمشي في الكولوار يعني عادي، بحفظ وبمشي، سبحان الله ما بعرفش كيف وشلون، يعني خلاص انه السؤال يفوت لمخي. ثاني شيء وكثير مهم ولازمكم تركزوا فيه، اياكم تحفظوا بغباء، يعني ما بتحفظوا انت منك فهم، طبيعي انك انت راح تنسى، لانه لما تكونوا حافظين عن طريق فهم اكيد يعني الفكره راح ترسخ في دماغكم، وحتى لو نسيتوا تقدروا انكم تبلوروها او تسووها بطريقتكم الخاصه. ثاني شيء كمان بنصحكم فيه، انكم تاخذوا الكرونومتر، اسمها بالانجلش ستوب واتش، اللي بنحسب فيها الوقت هذيك قد شو بتقولوا لها بالعربي، ما بعرف بصراحة اسمها بالعربي. المهم تفتحوا ستوب واتش عندكم سواء في اللابتوب او في الموبايل تبعكم، وتحسبوا الوقت عشان تعرفوا قديش الوقت اللي تستغرقوه في الحفظ، وكمان لما تيجوا مثلا تنظموا وقتكم في المذاكرة تعرفوا انه انا رح استغرق الوقت الفلاني في الحفظ، هيك مشان انكم تكونوا منظمين اكتر. وبالاخير بدي لكم انكم ما يهمكم في العالم، الطريقة اللي انتو ترتاحوا فيها سووها، مدامكم انكم في النهاية رح تطلعوا بنتيجة انكم حافظين الدرس بطريقة كتير منيحة. وبس هلا رح خليكم مع ياسم هي اللي رح تحكي معكم وتفسر لكم. تعالي يا حبيبتي مكاني، نورينا يا حبيبتي. بقى يعني بصوا معي طريقتي كده في الحفظ، ان انا بفهم اللي مكتوب وبعد كده بكتبه، يعني مثلا اقرا مثلا عندنا السؤال في كذا بوينت، انا مثلا بفهم البوينتس كلها، بعد كده باخد كل بوينت واكتبها لوحدها، يعني بعد ما احفظها لوحدها بكتبها، بعدين ارجع اكتبهم تاني كلهم مع بعض مره واحده. فانا بكتب، ما بعملش اي صوت وانا بحفظ ولا بكتب، ولا انا عكس ميرا تماما، هي بتقعد تجيب لي صداع في دماغي وانا بعمل، وانا كده بكتب بس، يعني افهم اللي انا السؤال نفسه او الحاجه اللي عليا، بعد كده ابتدي ان انا اكتبها من غير ما اشوف الحاجه اللي قدامي دي اللي انا فاهماه بكتبه، وبيطلع زي في الاخر ان شاء الله، بس بطلع حافظه. ومهما يعني مهما عملت الحاجه دي، مجرد مثلا عايزه افتكرها بس اغمض عيني بفتكر شكل الكتابه. واحلى حاجه وانتوا بتكتبوا، لا صح صح صح، وانتوا بتكتبوا يعني مثلا تحسنوا خطكوا او تغيروا خطكوا في كل سؤال، بحيث ان انتوا عينيكوا تبقى حافظه شكل السؤال او حافظه انتوا كتبتوه ازاي، فمجرد ان انتوا لو شفتوا اي كلمه او غمضتوا عينيكوا تفتكروا على طول. الذاكره بتفتكروا لوحدها، ويعني كده سهل. ده بالنسبه لي يعني ما بعرفش احفظ لو فضلت ارغي كده بتوتر، لو سمعت حتى صوت بتوتر، ما بعرفش احفظ، بحب الهدوء التام وانا بحفظ. بس شايفين شخصيتين متناقضتين، واحده بتحب الضجيج وواحده بتحب الهدوء. اه صوتها بيبقى دو 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 ده بقى اللي ممكن انسى اللي حفظته كله. ليتر اذا بعدكم ما اشتركتوا اشتركوا في القناه بالضغط على زر السبسكرايب بالاحمر اسفل هذا الفيديو، وشغلوا الاشعار لانه الاشعار يا جماعه بنفس اهميه سبسكرايب، اوكي؟ وحطوا بيج لايك، بدنا نفجر الفيديو هذا لايكات، اوكي؟ بيج لايك لهالفيديو، انشروا كمان الفيديو بكل مكان، بدنا دعم كثير قوي عشان احنا بنستاهل، صح؟ بدون ما بذكركم يعني المهمه تبعكم سووها، بدنا تفاعل رهيب في التعليقات، بديكم التعليقات تفجروها تفجير، اوكي باي. بس طبعا مش رح اترككم الا مع سؤال الحلقه. سؤال الحلقه يا شاطرين يا امامير، بيقول شو هو الفرق ما بين البكتيريا والفيروس؟ اللي رح يجاوب على هذا السؤال بطريقه صح رح اذكر اسمه في الحلقه الجايه، وكمان افضل 3 تعليقات على هالفيديوهات رح اذكر اساميهم في الفيديو الجاي. وهلا بقولكم ديروا بالكم على حالكم واحلامكم وقلوبكم، نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمونيا بيبي، سلامات يا هوا، سلامة، باي. الحركة دي عمليها كده او ماي جاد، انت حاسه عليا يا زهر عشان انا هبلة يا ليلى زرقاء. نموت عليكم برشا. لا مش هقول كلام ايه جننتني يا ربي.
خلتني صورت انا.